وسوف تجرى الانتخابات في شهر أكتوبر من هذا العام القادم. وبهذا نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين. لدينا نظامنا الراسخ المتجذر في بنية مجتمعنا والمتداخل معها، وهو ليس تعددية حزبية، بل هو نظام إمارة مستند إلى تقاليد راسخة من الحكم العادل والرشيد المرتبط بالشعب بالمبايعة وعلاقات الولاء والثقة المتبادلة والتواصل المباشر بينه وبين المجتمع. ليست الانتخابات معيار الهوية الوطنية، فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه وقيمه الأخلاقية السمحة وحبه لوطنه وطنه كما ظهرت في تحدي الحصار. أتمنى لكم دورا تشريعيا مثمرا كما عودتمونا دائما. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.